ماشي رجولة بودكاست 100% مغربي اللي كيعاود النظر في الرجولة. الرجل السياسي ما كيبغيش المنافسة وما كيبغيش إنسان اللي عنده شخصيته واللي كيبغي يعبر. كاين قضايا اللي كيكون تضامن كبير فيها ما بين الرجال والنساء. ملي كتكون واحدة مسؤولة خصها تفتح الباب الأخريات باش يوصلوا، وهذا هو التضامن الحقيقي. ومن دائما كنقولها لهم، كنقول لهم إلا ما تضامنتيوش بيناتكم ممكن توصلوا حدا، ولكن الهدف الكبير ما غادي نوصلوش. غادي نخلقوا إنسان اللي هو معقد مكبوت اللي غادي يصبح يمكن خطر على المجتمع وعلى التطور. أجيو نبنيو جميع المجتمع ديال غدا والمغرب ديال غدا. مرحبا بكم في العدد الجديد ديال ماشي رجولة. في السياسة كاين بزاف 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 ديال الرجال، والرجال كيهضروا بزاف في السياسة. كاين رجال اللي كيحسب لهم السياسة ديالهم غير بوحدهم. داكشي علاش في هذا العدد غادي نهضروا على السياسة والرجولة، حيت انا شخصيا كنعرف بزاف ديال الرجال اللي كيديروا السياسة مقارنة بالنساء. واحد في السينما والتلفازة كيبينوا لنا ديما باللي اللي كيديروا السياسة هما رجال وماشي نساء. شكون هما الرجال اللي كيديروا السياسة؟ كيفاش الرجال كيديروا السياسة؟ واش الرجال كيحسب ليهم السياسة ديالهم بوحدهم؟ شكون هما الرجال السياسيين اللي كيدافعوا على الحقوق ديال النساء؟ واش الرجال كيحاربوا النساء في السياسة؟ في هذا العدد معي الأستاذة وفاء حجي، عضوة في المكتب السياسي ديال حزب الاتحاد الاشتراكي ورئيسة الأممية الاشتراكية ديال النساء، وغادي نهضروا على علاقة السياسة بالرجولة. علاش ما كنسمعوش الأنوثة؟ انت ماشي راجل. انا ماشي راجل. رجولة رجولة من الطفولة. هذا ولد امه. كل راجل صح. انا راجل. راجل راجل ويش ماشي راجل. ويش الرجل راجل. الرجولة من الطفولة. راجل 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 ماشي رجولة بودكاست 100% مغربي اللي كيعاود النظر في الرجولة. أستاذة وفاء حجي، مرحبا بك في ماشي رجولة. مستعدة نهضروا على الرجولة؟ لكل فرح. شنو هي الرجولة بالنسبة لك؟ أوه بروغرام هذا. بالنسبة لي الرجولة هي أولا أن الواحد كيكون عنده قيم ومبادئ كيحترمها وكيلتزم بها وكيطبقها. هذه بالنسبة لي هي الرجولة الحقيقية. أما الرجولة اللي كيعتبروها هي لا فيريليتي ولا ما عرفت بحال الا كتبين العضلات ديالك، انا كنعتبرها ماشي 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 بالضرورة رجولة. لان داخل كل انسان هناك جزء اللي هو ذكر وجزء اللي هو انثى. وأظن أن بالنسبة للرجال الجانب الحساسية اللي هي أنثى كيخليوها ويعطيوها إمكانية أنها تعبر وتنمى داخل الإنسان، كتعطي إنسان اللي هو متزن وغير معقد. أستاذ حجي، شكون هو الرجل اللي كيدير سياسة؟ الرجل السياسي في المغرب ما عرفتش واش يمكننا نقولوا ان كاين واحد لو شيما ديال الرجل السياسي في المغرب. كاين تنوع، ما يمكنناش نقولوا انهم كيمارسوا السياسه بنفس الطريقه. كاين بحال اللي قلت لك اللي فعلا كيمارس السياسه بخشونه، وكاين اللي كيمارسها بواحد الطريقه اللي هي ذكيه، واحد البعد كتحس فيه ان كاين انصات وكاين، لان في الحقيقه يا اما كيكون الواحد ديمقراطي اي بحال اللي قلت عنده قيم وعنده مبادئ وكيطبقها بطريقه اللي هي ديمقراطيه وكيحاول يجمع، وكاين اللي خشين في طريقته. انا كنظن بلي كاين جوج ديال الرجل السياسي في المغرب. بزاف ديال الرجال كيحسب لهم السياسه ديال الرجال. وي فعلا فعلا، لان هذا تاريخ كيجعل ان حتى على مستوى الاممي حتى الحق في التصويت جاء في بدايه القرن العشرين. ففعلا لسنين متعدده النساء ما كانوش حاضرين في الواجهه ديال العمل السياسي، كانوا حاضرات على مستوى قولوا الخاص. يمكننا نعتبر أن الحضور الآن ديال النساء بدأ أواخر القرن العشرين، والآن كنظن أن بهذه الألفية الثالثة ولا شيء اللي عنده اللي هو قوي
قوي جدا على المستوى الأممي ولا على مستوى داخل المغرب. أستاذ حجي، كيفاش كيتعاملوا الرجال مع الحضور ديال النساء في السياسة؟ الأغلبية الصحيحة كيتعاملوا مع هذا الشيء الجديد طريقة يمكن ديال الرفض في البداية، لأن كيعتبروا أن هذا عنصر جديد اللي كيجي يضايقهم موالفين بيناتهم. أولا كرجال أغلبيتهم كيتفاهموا ما بيناتهم، كيقسموا داكشي اللي كاين ديال السلطة ما بيناتهم. فالآن كاين عنصر جديد، نقولوا وافد جديد اللي جا. طبعا كاين رفض في البداية، كاين قليل من رجال في السياسة وزعماء سياسيين اللي كيقبلوا هاد الحضور. وهذا في الحقيقة كان معركة ديال الحركة النسائية داخل الأحزاب السياسية، وكانت في النهاية من شافوا أن كان أن القضية النسائية إلا بقات محصورة داخل الأحزاب السياسية غادي تخنق، خلقوا جمعيات وبلات حركة نسائية اللي هي وزنة في بلادنا، واللي في الحقيقة اليوم كتبين أنها كاين مكتسبات كثيرة، واللي جابت مكتسبات كثيرة بالنسبة للنساء. منها لأن كانوا في المغرب جوج المواضيع اللي عندها أهميتها، كانت القضية المدونة أي الجانب الخاص ديال الحياة المجتمعية، والقضية ديال الحضور السياسي أي في القرار السياسي. لأن اعتبرنا كنساء وكحركة نسائية أن الحضور في القرار السياسي كيسمح بتأثير على السياسة العمومية، كيغادي يسمح بتأثير على عدة جوانب مجتمعية، وهذا هو علاش كنا كنعتبروا أنه مهم. واش كاين الرجال اللي كيناصروا الحضور ديال النساء في السياسة وكينادلوا على الحقوق ديال النساء؟ كانوا باش داكشي علاش كنقول لك ما يمكنناش نديروا كل شيء في نفس القفة. بالعكس كانوا رجال، لأن في الحقيقة إلا ما كانوش رجال مناصرين لهذه القضية صعيب أنك تقدم. ومن البداية ما اعتبرناش الرجال هما خصوم، لا بالعكس. والحركة النسائية من دائما كانت تدعمها الحركة الحقوقية في المغرب، ورجال سياسيين. لأن أنا كنعتبر مثلا واحد السيد بحال السي عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمه، اللي هو تزاد في 8 مارس كان المناصرين القضية النسائية، وحضوره كوزير أول جعل القضية النسائية تمكنت أنها تحظى بخطوات إيجابية. طبعا كانت إرادة سياسية، وكان اتفاق ما بين جلالة الملك وعبد الرحمن اليوسفي، ولكن كان نفس الاتجاه، غادين في نفس الاتجاه ديال أن خصنا نبنيو مغرب اللي هو حداتي، مغرب اللي كيرتكز على النساء والرجال هاد البلاد. أستاذ حجي، كيفاش وجود ديال أغلبية الرجال في السياسة كيأثر على الحقوق ديال النساء؟ أظن أن لما تكون حكومة اللي هي فيها رجال، كاين جوانب كثيرة اللي كتهم النساء اللي هما ما كيحسوش بها، ما عاشوهاش، وصعب أنهم ياخدوها بعين الاعتبار. بعد المرات ماشي غير لأنهم ما عندهمش الإرادة، لأن ما عارفينش مشاكل كثيرة اللي كيمكن تكون عند النساء، لا في الجانب الصحي ولا في الجانب الاجتماعي بصفة عامة. الحاجيات ديال النساء داخل لاسيتي، داخل البلدية، داخل المدينة أو داخل القرية، دونك صعيب عليهم أنهم يعبروا عليها ويترجموها في السياسات عمومية. دونك بالنسبة لنا حضور نسائي اللي هو وازن داخل أي حكومة أو أي جهاز، لا وطني ولا جهوي ولا محلي، كيجعل أن كاين نظرة أخرى اللي كتعطى، وكاين حاجيات اللي أخرى اللي كيمكن لها تخذ بعين الاعتبار. أستاذ حجي، بغيت نسولك دابا على التجربة ديالك كامرة، مرة في عالم ديال السياسة، عالم اللي فيه بزاف ديال الرجال. التجربة ديالك كامرة سياسية طموحة واللي عندها شخصيتها ديالك. وهذا هو المشكل،
هذا هو المشكل، لأن في الحقيقة الرجل السياسي فعلا تطور، وهذا الشيء ماشي غير في المغرب. أنا كرئيسة الأممية الاشتراكية النساء كيمكن لي نعطيك نظرة على جميع الأحزاب اللي عرفت في عدة قارات ماشي فقط في المغرب. الرجل السياسي كيبغي بصفة عامة، لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال، ما كيبغيش المنافسة، وباقي ما عندناش واحد الروح ديمقراطية حقيقية كتربية، ثقافة ديال الحقوق وثقافة ديال الديمقراطية والإنصات إلى الآخر، باقي ما وصلتش لواحد المستوى اللي هو كبير، ماشي غير في المغرب. دونك ما كيبغيش المنافسة، وما كيبغيش إنسان اللي عنده شخصيته واللي كيبغي يعبر واللي كيمكن له ماشي ينتقدوا، ولكن على الأقل كيحاول يجيب قيمة مضافة للجانب السياسي. فرد الفعل كيكون شيء إن ديال الإقصاء ديال التهميش، وهذا شيء عشتو داخل الحزب السياسي وفي المجال السياسي بصفة عامة. كتحس أن كاين خوف، كاين واحد الخوف من المرأة اللي عندها شخصيتها واللي هي قوية واللي عندها كفاءة، لأن وفي نفس الوقت كاين تناقض، لأن من دائما رجل سياسي لما كتقول له طيب نوصل نديروا المناصفة أو نطبقوا الكوتا إلى آخره، كيقول لك ولكن خصنا تكون عندها كفاءة، خصنا تكون كفءة، ولكن في نفس الوقت ما كيقبلش المرأة اللي عندها الكفءة واللي عندها ما تقول واللي كيمكن لها تقدم المغرب. فكين هالتناقض، كين الخطاب وكين الممارسة. وفي الحقيقة الأغلبية ديال النساء اللي اختاروا أنهم يخرجوا القضية النسائية من داخل الأحزاب ويطرحوها للساحة الوطنية، كان عندهم نفس التجربة، أن كيكون دائما ديزوبستاكل، داك لو بلافون دو فير اللي كنهضروا عليه، واللي ما كاينش غير في السياسة، كاين حتى في المهن، كاين الجانب الاقتصادي في الاجتماعي، كاين داك لو بلافون دو فير. معناه النساء بصفة عامة في البداية، النساء كان مقبولين داخل الأحزاب السياسية ككتلة ناخبة، ككتلة اللي كتجيب النساء يصوتوا على ذاك الحزب، ولكن باش نعطيه بلاصة ومكانة للنساء كانت هادو كان هدلك على السبعينات والثمانينات، كانت مشكل آخر. الآن الأشياء تطورت طبعا، ولكن في نفس الوقت كتشوف لي بروفيل اللي كي ياخدوهم المسؤوليات، دي بروفيل يمكن نقولوا اللي ما غادي يخلقوا لهمش مشاكل في ديهنهم ما غادي يخلقوا. دونك الإقصاء، تهميش، فعلا هادو أشياء اللي هي حاضرة داخل المجال السياسي في المغرب. أستاذ حجي، واش سهل راجل يقصي مرأة من السياسة؟ كنظن لأن كاين جوج الأشياء اللي كتلعب. كاين أولا أنه كيكون تضامن ديال الرجال ضدها، لأن يمكن لهم ما يتصفقوش على بزاف الأشياء، ولكن مني كيشوفوا مرأة اللي هي قوية كيتكتلوا. كاين هذا الجانب، هذا الدهن بعض المرات كيديروها بلا ما يحسوا بها، كاين هذا الجانب. والجانب الآخر هو غياب التضامن ما بين النساء داخل الأحزاب السياسية، غياب التضامن ما بين المناضلات، كيؤدي إلى إقصائهم وحدة بوحدة. وهذا الشيء اللي في الحقيقة النساء المناضلات ما كيعطيوش أهمية كبيرة، أنهم إلا بغاو يكونوا فعلا عندهم تأثير داخل أحزابهم خصهم يكونوا متضامنات ما بيناتهم، وحدة ما تضربش في الأخرى، لأن هادشي علاش كيلعبوا الرجال داخل الأحزاب السياسية. شنو ممكن يكون السبب ديال غياب هاد التضامن بين النساء؟ كتعتبر أنها خصها توصل، لأن بون سياسة وسياسة زعما هي منافسة أيضا، وحتى الرجال ما كيكونوش متضامنين بالعكس، ولكن لما كيوصلوا أمام النساء كيحاولوا يفرقوهم بجميع الوسائل. وكاين إغراءات اللي كتجعل أن النساء ما كتضامنش، وهذا
أكبر مشكل كاين داخل الحضور النسائي داخل الأحزاب السياسية. ومن دائما كنقولها لهم كنقول لهم إذا ما تضمنتوش بيناتكم ممكن توصلوا حدا، ولكن الهدف الكبير ما غادي نوصلوا لهش، أي ديالي أن يكونوا نساء أكثر كثير. أن وهذه ظاهرة شفناها من قبل بدات كتنضطر شيء ما اليوم، أن اللي وصلت وقطع بحال اللي كيقولوا المثل المغربي ديال قطعت الواد ونشفوا رجليها، ما كتخليش بلاصه وامكانيه لنساء اخرين انهم يوصلوا، ما كتفتحش الباب. وهذا هو التضامن الحقيقي، ان ملي كتكون وحده مسؤوله خصها تفتح الباب الاخريات باش يوصلوا. استاذ حجي، واش ممكن يكون التضامن في السياسه بعيدا على الحرب اللي ممكن تكون بين الرجال والنساء؟ أنا كنظن أن كاين قضايا كبرى على مستوى الأممي ولا بالنسبة للمغرب اللي كيكون تضامن كبير فيها ما بين الرجال والنساء، كاين عدة أمثلة. بالعكس أنا في تجربتي الحقوقية جعلتني أنني نكون بالعكس حتى في المساواة. هذه القضية مثلا دابا ديال ائتلاف المناصفة دابا اللي بديناه كتجربة وكدينامية مجتمعية اللي في إطار اللي هو تشاركي في حول المناصفة، بينات أن بالعكس لما كيكون عندك خطاب للحوار مع الرجال كيقبلوه وكتقول لهم انخرطوا معنا في هاد المعركة هذه. في الأول كيكون شي شوية ديال، ولكن الأغلبية الآن منخرطين. حتى اتحاد المقاولات، الاتحاد العام للمقاولين المغاربه التحقوا، معناه ان حتى لونتربريز اي العالم الاقتصادي حتى هو، لان ملي كيكون عندك واحد لو لونغاج واحد الخطاب اللي هو موضوعي كيجعل ان الناس كتنخرط معك. المهم هي الطريقه اللي كتقدم بها القضيه، ماشي طريقه ديال لافرونتمون ديال دباز. بالعكس كتقول لهم اجيو نبنيو جميع المجتمع ديال غدا والمغرب ديال غدا، وكيكون اقبال. استاذ حجي، كيفاش كيبان لك الرجل السياسي ديال غدا في المغرب؟ يعني غادي نتمناه. الرجل السياسي انا كنعتبر انه اولا وقبل كل شيء خصو يكون ديمقراطي، لان الى بغينا مغرب اللي كيمشي للامام وما كيخلي حتى شي حاجه حتى شي حد في الجانب الطريق، خصو اولا يكون ديمقراطي، عنده انصات كبير للمجتمع، وعنده استراتيجي، عنده الحلم، اي معناه انه عنده مشروع مجتمعي اللي كيرفضه واللي كيستطع انه يقاسمه ويشاركه مع الجميع. كنظن هذا هو رجل سياسي، ويكون طبعا عنده واحد الجانب إنساني كبير اللي كيجعله أنه يمكن له يكون منفتح على جميع قضايا المجتمع. شنو ممكن يعاون المغرب باش يكون في هذا الرجل السياسي اللي كتهضري عليه؟ المثالي وكنظن أن أولا خصنا الثقافة تغير، معناه أن هادشي كيبدأ من الصغر، كيبدأ من داخل العائلة وكيبدأ أيضا من داخل المدرسة. خصنا المدرسة تغير، خصها تأخذ بعين الاعتبار واحد طريقة أخرى ديال التدريس وتغير العقليات. خص الوسائل الإعلام تلعب دورها، تجعل دونك خصنا ثقافة جديدة مبنية على الإنسان، ما مبنياش على الضغط، ما مبنياش على الجانب فقط الاقتصادي، ولكن مبنية على أن الإنسان يكون محور ديال التطور في هذه البلاد. أستاذ حجي، شكون هو الرجل ديال غدا بالنسبة لك؟ الرجل ديال غدا في المغرب ولا في على حسب التطور ديال المجتمع،
إلا مشينا في الطريق اللي قلت ديال أن يكون تكون ثقافة جديدة وأننا مشيو في واحد المشروع مجتمعي اللي هو إنساني ومنفتح أولا ومرتكز على التربية التربية اللي هي منفتحة. غادي يكون رجل اللي هو متزن إكيليبري. إلا مشينا في طريق أخرى ديال عدم المساواة ديال على المستوى النوع ولكن أيضا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، غادي نخلقوا إنسان اللي هو معقد مكبوت اللي غادي يصبح يمكن خطر على المجتمع ولا التطور. السياسة كتلعب دور كبير؟ أكيد أكيد أنها كتلعب دور، لأن هي اللي خصها مبدئيا أولا تحترم الجانب الديمقراطي، تحتاري بالجانب الإنساني بحال اللي قلت لك، تكون على إنصات على المشاكل المجتمعية اللي كاينة، وهي اللي كتفك حكومة من بعد من حزب سياسي طموح ديالو أنه يكون في الحكومة وأنه يقود على الأقل عمل حكومي، وهي اللي كتأثر على سياسات العمومية، كتأثر في المجال المجتمعي ديال 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 القريه او ديال المدينه، لان هي في المجالس الجماعيه ديال الجماعات. دونك الرجل او المراه السياسي عندها تاثير كبير. بالعكس استاذه وفاء حجي، شنو كتعني لك ماشي رجوله؟ هذا بكل شيء، لان في الحقيقه ما تعرفتش عليها هذه مده طويله، ولكن أنا بالنسبة لي دي ماشي رجولة، هي في الحقيقة أن الرجولة كيف ما كتطبق الآن داخل المجتمع، إيوا هذيك ماشي رجولة. بالنسبة لي الرجولة هي الواحد يعترف بالأنوثة دياله ويعترف أنه يمكن عنده هو موديل، واحد النموذج ديال الرجولة اللي يمكن خصو يعود النظر فيه. أستاذ حجي، آخر سؤال هو الصراحة ماشي سؤال، شنو تبغي تقول لي رجال؟ بزاف ديال الرسائل. لا، أنا اللي نبغي نقول لهم أنهم كاين رسالة تقليدية كلاسيكية، هي ديال أن خص الرجل ما ينساش أنه راه ولد امرأة وعنده أخته وعنده بناته، ومن الصعب أنه ما يخدش بعين الاعتبار المصالح ديال النساء معهم. غير من هذا الجانب، هذا الرسالة الكلاسيكية. الجانب الآخر، الرسالة الثانية، هي بزاف المرات كيبان لي أن الرجل بحال إلا كيلعب واحد الدور، بحال إلا المجتمع كيخليه كيقول له لا خصك تلعب هذا الدور ديال أنك قوي. بالعكس أنا بالنسبة لي كنقول لهم يفو سو ليسي فيفغ، معنى أن خلي راسك تعيش بكل بساطة بلا ما تعقد الأمور، لأن الحياة ما كاين غير حياة وحدة، ولعقدتي الأمور كتعقدها لراسك قبل ما تعقدها لمراتك ولا لأختك ولا لبناتك. الرجولة كيف ما كتطبق الآن داخل المجتمع، إيوا هذيك ماشي رجولة. بالنسبة لي الرجولة هي الواحد يعترف بالأنوثة دياله ويعترف أنه يمكن عنده هو موديل، واحد النموذج ديال الرجولة اللي يمكن خصو يعود النظر فيه. أستاذ وفاء حجي، شكرا بزاف. ميرسي. في الأخر ديال العدد، نبغي نذكر بحال ديما باللي ما كاينش رجولة ولكن رجولات، باللي الرجولة هي نوع اجتماعي بحالها بحال الأنوثة، باللي المسؤولية والشجاعة ما كديرش رجال ولكن كدير الإنسان. كان معكم سفيان بالرجولة.